كيف صار لك ماجد على سوريا؟ والله صار لي شي سنين. وين رايح هلا؟ ان شاء الله ان شاء الله. كيف كانت اجراءات الدخول؟ والله ما شاء الله جماعه الاحرار الله يجزاهم الخير، شيء ما شاء الله يعني شيء يرفع الراس. طرف الدنيا كثير سيء كان. مالك خايف من القصف انت راجع سوريا؟ مالك خايف من القصف؟ بلا ما خايف. مالك خايف من القصف؟ لا يا اخي ما انا خايف منه. كيف كانت اجراءات الدخول؟ والله فيها صعوبه، فيها صعوبه. مالك خايف من القصف انت جاي على سوريا؟ مالك خايف من القصف؟ صار لك ما رجعت على سوريا؟ سنه. كيف كانت اجراءات الدخول من جانب تركي؟ شكر الله. يعني هل كانوا في مرونة أم عملوا عليهم؟ طيب أنت وراجع على سوريا حسب تقدير الفطر، يعني ما في عندك مخاوف من القصف من الأمور كلها؟ لك طبعا. إيش شعورك أنت؟ أنت وراجع على سوريا بعد كل الفترة؟ وطني وبلدي. أتصلكم ماجد على سوريا؟ إيش شعورك وأنت جاي بعد هالغياب الطويل؟ شعور كويس، شعور كويس ممتاز، احلى من هيك شعور. فرحة جديدة يعني. الله ينزل على الاهل، يعيط عليهم، يعيط الارض، والله يفرجها على الناس، ترجع كلها تعبيدة. هل كانت الاجراءات كيف كانت من جانب تركيا؟ ممتازة. طيب انت وراجع سوريا وبهالاجواء والقصف ما لك خايف؟ انا ما بالعكس، شعوري كثير، عندي حماس حتى اسمع الضرب. كلنا نرجع على الوطن، على الوطن، على الاهل وعلى اخواتي وعلى خواتي. شوفوا قديش صار لك جيت على سوريا؟ حدود السنة ونص تقريبا. ليش راجع سوريا؟ ما؟ ليش راجع سوريا؟ راجع لحتى عيد أهلي يعني. كيف كانت إجراءات الدخول؟ يعني شيء لا يوصف من العذاب. هذا عنباس، عنباس شوي. ما لك خايف من قصف؟ قصف؟ بعد الموت الله ما خلق شيء. عند الموت كل شيء. الموت حق. الموضوع حق. شعورك وانت طالع وصلت لسوريا؟ ما سمعت. شعورك وانت راجع سوريا؟ شعوري والله وقت اللي بطلع على الدمار وهيك يعني تجيني الكآبة. ما كانت هيك بلدنا ولا بحياتها.